السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أعزائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي اليوم إن شاء الله درس جديد في منهج كونكت فور يونت ثري Lesson فور الدرس الرابع من الوحدة الثالثة آه الدرس عبارة عن ثري بارتس ثلاث أجزاء هنبدأ ببارت إيه وهو عبارة عن قصة والشرح إن شاء الله من ملخص الأضواء جيم طبعا بارت إيه عبارة عن قصة نبدأ بنيو Words كلمات ذا يونايتد ستيتس ذا يونايتد ستيتس Grandparents, grandparents, rainwater, rainwater, special, special, life, life, land, land, difficult, difficult, noise, noise, hard, hard. تصرف regular verbs Wont want wanted live lived like liked polluted decide decided work worked plant planted need needed irregular verbs افعال غير منتظمة bring brought bring brought make made هنا expressions and phrases one two طبعا تاتي بعدها infinitive بعد to at first work hard proud of لا بعدها now لا بعدها now decide to طبعا مصدر الفعل infinitive buy some land have a good life make land green نأتي هنا للقصة locust and, and his farm locust and his farm locust و طبعا هنا his صفة ملكية تعود على locust ويأتي بعدها اسم هنا نبدأ ب the beginning البداية لوكاس lives on a farm in the United States يعيش لوكاس في مزرعة في الولايات المتحدة الأمريكية it is a very special farm إنها مزرعة خاصة جدا 40 years ago the land was very dry منذ 40 عام كانت الأرض جافة there was no farm كان لا يوجد مزرعة no one wanted to live there لا أحد يريد أن يعيش هناك Lucas's burger and lived in the city but they didn't like it uh, جدود لوكاس أو أجداد لوكاس كانوا يعيشوا في المدينة لكنهم لم يحبوا العيش بها they didn't like the polluted air and the noise لم يحبوا أو لم يعجبوا بالهواء الملوث والضوضاء they wanted to live they wanted to have a farm كانوا يريدوا أن يمتلكوا مزرعة they decided to buy some land وقرروا شراء بعض الأراضي the middle at first life was very difficult طبعا في بداية كانت الحياة صعبة they worked very hard and they planted millions of seeds. كانوا بيعملوا بجدية وزرعوا ملايين البذور. They used rain water to water the seeds. استخدموا مياه الأمطار لري هنا معنى to water بمعنى لري أو سقي البذور. They needed they needed about a billion liters liters of water. They needed they, they needed about a billion liters of water a year. كانوا يحتاجوا ملايين أو مليارات الأمتار من المياه كل سنة. They grow many fruits like oranges, oranges and lemons. كانوا يزرعوا كثير من الفواكه على سبيل المثال البرتقال والليمون. They brought animals to the land. وأحضروا عن بعض الحيوانات أو حيوانات إلى المزرعة they planted trees and flowers وزرعوا أشجار وزهور the end النهاية today Lucas lives on the farm with his mom and dad اليوم يعيش لوكاس في مزرعة مع والده مع والدته ووالده they are very happy and they have a good life هم سعداء ولديهم حياة سعيده they are very proud of Lucas's grandparents كانوا طبعا فخورين جدا باجداد لوكاس they use plants to make the land green كانوا استخدموا كانوا استخدموا او استخدموا النباتات لجعل الارض خضراء نأتي هنا لبارت بي ماس وهو جزء متعلق بالرياضيات طبعا هناخذ النهارده billion, billion is a thousand million, or million or half million, half million, and another after that, come 100,000 million, 10 million, hundred million. large numbers, ones, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 10,000, 100. thousands, millions, ten millions, hundred millions, billions, billions. billions. نأتي هنا لبارت سي برونانسيشن وهو جزء متعلق بالصوتيات اس ناخد نأخذ نطق اس ال تنطق sl س ال اس ال slivers slivers سلايس سلايس سليبرز. سليبرز سليب سليب هنا الاس دبليو سو سو سويم سويم سوان سوان سويتش سويتش، سويت سويت سويب سويب وكذا أعزائي الطلاب والطالبات أكون انتهيت من شرح الدرس الرابع من الوحدة الثالثة من ملخص الأضواء جيم أتمنى إن شاء الله تكونوا إستفدتوا أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته